نبدو خطاب الكراهية هو ترند حلقتنا اليوم في 24 قراط. حيكون معنا داخل الاستوديو مدرب التنمية البشرية الأستاذ ياسر عبد الله عثمان. مساء الخير عليك. مساء النور والحب بك أستاذ فريد، وأهلا وسهلا، وسعيد جدا أن ألتقيك اليوم. يعني كيف الأحوال؟ تمام الحمد لله. في الحمد لله كده. وكمان يعني لاحقا حيكون معنا دكتور فتح العليم عبد الله، هو عميد كلية الآداب جامعة أم درمان الأهلية. يعني بداية أستاذ ياسر، نعرف يعني ما هو خطاب الكراهية؟ طيب بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حقيقة خطاب الكراهية هو يعني لما نتكلم عنه بصورة عامة هو عبارة عن شعور أو تنمية بتاعة الشعور اللي بيكون مبني أساساً على التمييز، تحديداً تمييز على العرق أو تمييز على اللون أو تمييز على الجنس. فدائما بيكون ده تعريف خطاب الكراهية. يعني أي خطاب يكون مبني فيه تمييز على النوع أو الجنس أو العرق فده يعتبر خطاب بتاع كراهية، إذا فيه استعلاء. يعني دائما مرات بيكون فيه الجانب بتاع الاستعلاء يعني. طيب يعني من النقطة بتاعت الاستعلاء ده، خلينا نتكلم عن الدوافع اللي بتخلي أي شخص مثلا أنه يصيغ خطاب كراهية. طيب هي الدوافع كثيرة جدا، ممكن تسمى الدوافع البناء عليها بيكون خطاب الكراهية. والآن في 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 المجتمعات الآن بقت الدوافع موزعة كثيرة جدا. يعني واحدة منها كثير الآن والمؤثر كثير جدا في بعض الدوافع السياسية، دي واحدة من أكبر الدوافع اللي بتأثر في خطاب الكراهية. النوع الثاني من الدوافع اللي هي الدوافع الاجتماعية المبنية على تمييز نوعك أو تمييز جنسك أو تمييز قبيلتك، دي واحدة فيها جانب زي ما ذكرنا قبل شوية، جانب بتاع الاستعلاء الأكاديمي والعلمي برضو فيه نوع جانب بتاع كلها بتكون دوافع عشان الناس أو المجتمعات بتتحدث عن الكراهية دي بصورة بيكون فيها جانب سلبي كبير جدا، وبيصاحبها دائما اللي هو الجهل، بصاحبها كثير جدا من في المجتمعات اللي بيكون فيها نوع بتاع التعليم بسيط يعني. طيب يعني أستاذ ياسر، ليه بس يعني تحديدا في هذه الأوقات يعني خطاب الكراهية يعني أصبح ناقوس خطر، يعني أصبح التركيز عليه في نبذه؟ يعني كثير من المبادرات وكثير من المنظمات اللي بتعمل فيها هي يعني تنبذ خطاب الكراهية كده، يعني لماذا تحديدا خطاب الكراهية أصبح خطر؟ هو الآن لأنه بقى ظاهرة يعني، وبقى جانب كبير جدا زي ما قلت، ازدياد الدوافع دي وتفاعلها خلى إنه الخطاب ده يكون تداوله كثير جدا يعني. إضافة إلى ذلك يعني من الحاجات اللي بنعتبر جانب فيها جانب بتاع خطورة خلت الحديث بتاع الكراهية ده يزيد، النوع بتاع الناس دايرة تتميز بجوانب غير حقيقية يعني عشان تحقق أنت جانب بتاع تميز، قمت تنبذ الآخر بجانب سياسي بجانب ثقافي، استعلاء لثقافتك لقيمك لكذا، ودي فيها خطورة للمجتمع يعني من جانبين. يعني الجانب الأول إنه المجتمعات بعد شوية الطرق الكثير للأسلوب ده بيخلي الزول السلبي ذاته ينمو فيه الشعور ده يعني بعد شوية أنت بتتعامل برد فعل، إنه زي ما أنت خاطب معك بخطاب بتاع كراهية أنت ذاتك بتقوم بترد، ودي السلبية بتاعته يعني. عشان كده الآن الحديث بقى كثير جدا إنه الناس تنبذ خطاب الكراهية ده. ليه؟ لأنه بنمي في المجتمع بعد ذاك عنده آثار كبيرة جدا على المجتمع يعني، لأنه المجتمع بيصبح مجتمع فيه تفتت، فيه نوع كبير جدا من الإشكاليات اللي هي بعد ذاك سهل إنه بنسميه المجتمع بيبقى هش، وهشاشة المجتمع معناته هي خطورة بالنسبة له، وبصاحبه بعد ذاك الإشكاليات الصعبة علينا إنه نقوم نتجاوزها يعني بصورة عامة يعني. طيب يعني أستاذ ياسر، يمكن يكون خطاب الكراهية يعني أو خطابات الكراهية بصورة عامة كده حاليا مختلفة من السابق كده، يعني إذا رجعنا يعني في حقبة الزمن كده يعني عشرات السنين، يعني المجتمع السوداني خطابات الكراهية فيه مختلفة كانت من حاليا أم اختلفت فقط؟ والله هي مختلفة. ليه؟ لأنه المجتمع اتطور الآن. زمان قد يكون الدوافع دي بسيطة جدا وقليلة يعني، إضافة لذلك كانت على هوامش بتاعت المجتمع يعني. مثلا في الناس مجتمعات متعلمة ومجتمعات ما متعلمة، بتلقى في استعلاء
كان زمان الجهل منتشر كثير جدا في الاسترقاق في الاستعباد، دي حاجات كانت هي بتصير الخطاب بتاع الكراهية يعني يصف بها الزول تقوم تنبذ بها وكذا. الآن مع وسائل الكثيرة اللي تطورت دي خطاب الكراهية بقى متنوع يعني، وإضافة إلى ذلك بقى وجد منافذ يعني اللي هو سهلة جدا يعني. يعني الآن مثلا لو تكلمنا عن واحدة من المنافذ اللي هي وسائل التواصل الاجتماعي، الآن بقت سهلة والقيود عليها صعبة. رغم أنه عالميا كل التطبيقات العالمية دي موقعة على أنه مفروض أي خطاب يكون فيه كراهية ما ينشر يعني. إذا كان تويتر ولا فيسبوك ولا كل هي طبعا في يعني يمكن يكون حتى في مواقع التواصل الاجتماعي في وسائل بتنبذ خطاب الكراهيه في انه لكن بتعتمد طبعا على وعي المستخدم انك أيوة. انت يعني مثلا ممكن انت تبلغ ده بيعداك ينتبه للخطاب انه فيه وينتبه لانه المحتوى بتاع الخطاب ده شنو. لكن يعني برضو بنرجع نقول انه السوشيال ميديا او يعني مواقع التواصل الاجتماعي بصوره عامه كده ساهمت في الفتره الاخيره بالذات تحديدا كده طبعا دي واحده من هي خطابات الكراهيه هي نعم. واحده من الوسائل ممكن ليه لانه الانتشار فيها سريع يعني. لكن انا قاعد اقول دائما في الدراسه احنا يعني لقينا انه واحده من اكبر العوامل بتاعت انه تنشر خطاب الكراهيه الاسره ذاتها يعني تنشأ في الاسر. الان تنشأت لما في الاسر لما نكون تنشأ قائمه على بعض بنسميها بعض التناقضات الاسريه مثلا نقوم على التفرقه في التربيه ذاته نقوم على التفرقه نقوم على نوع بتاع التمييز في الابناء ده بينمو الشعور ده في الفرد من الاسره. ولما يطلع برا ايوه لما يطلع برا للمجتمع بيمارس نفس الممارسات المورست معه داخل الاسره. النوع الثاني من الوسائل اللي هي مؤسسات التنشئة إذا كانت المدرسة إذا كان المجتمع إذا كان الإعلام مرات بيكون فيه خطاب بتاع كراهية. لأنه الآن لما نتكلم عن المناهج التعليمية في المدرسة مثلا مرات فيها نقاط بتصير المسائل بتاعت خطاب الكراهية دي التنقيح بتاع المناهج ده بيكون واحد من الوسائل بتاعت العلاج ذاته لخطاب الكراهية يعني. والمجتمع ذاته بعد ذلك تستسهل ليه لما قاعدين نقول المسؤولية الأساسية على الدولة في انها تنبذ الخطاب ده يعني. لكن ما لما المجتمع يكون عنده الوعي زي ما ذكرت انت قبل شوي يكون عنده الوعي يحاربة ويبلغ عنها وكذا بيبقى المعالجة بتاعتها فيها إشكالية كبيرة طيب جداً. يعني هنا طالما نتكلم عن المعالجات يعني نتخطى واحد من المحاور وخلينا ننتقل لانه كيف يعني تتم مناهضة خطاب الكراهية كده يعني بجانب استخدام المناهج التعليمية كده طيب دي واحدة أنا طبعا إنه في يعني غير المتلقين للتعليم يعني برضو محتاجين يعني يحتاجوا لوعي في طيب هنا بيجي الدور بتاع مؤسسات المجتمع المدني الإعلام المنظمات في إنها تنشر الوعي في بدورات تدريبية ببرامج تثقيفية في إنه ننبذ الخطاب المبني على العرق المبني على اللون المبني على الجنس المبني على المناطقية ذات الآن بقت عندنا واحدة من الإشكاليات يعني نعم صحيح وفيها إشكاليات كبيرة جدا تشتغل منظمات المجتمع المدني والإعلام على الجانب ده إضافة لزي ما قلت تنقح المناهج ده واحدة من الحاجات الأساسية لأنه بتنشئ المجتمع. إضافة إلى إنه في نقطة مهمة جدا مرات كثير جدا الناس ما بننتبه لها في إنه نحارب بها الكراهية ذاته نعم. يعني أسرنا دي لما تنشئ أبناء على إنه الخطاب ده منبوذ ننشر فيهم التسامح والمحبة الحاجات دي لما يقوموا بها الأبناء تأكد إنه يكون عندنا مجتمع معافى يعني. يمكن دي يعني بتدخلنا في سلسلة كده من الأسئلة تقريبا كده وحنرجع لها تاني. لكن نحن معنا عبر الهاتف دكتور فتح العليم عبد الله عميد كلية الآداب بجامعة أم درمان الأهلية. دكتور فتح العليم مساء الخير. عليكم السلام مساء النور مرحبا بكم استاذنا الباجرين الله يبارك فيك. يعني بدايه يعني دكتور نحن نتحدث عن نبذ خطاب الكراهيه. طيب السؤال يعني المجتمع السوداني في فتره السبعينات في فتره الثمانينات كيف كانت الحياه وكيف كان خطاب الكراهيه في الفتره دي؟ شكرا لك يا استاذ. هي بالمناسبه الغبليه دي يا جماعه هي مفاهيم موروث يعني كاد يكون عمرها الان حوالي 520 سنه اي منذ بدايه مملكه الفونج 1504. التعريف بسيط يعني سمح الوقت انه القبيله دي هي وحده ثقافيه اداريه ودائما تلقى عليها يا عمده يا شرتاي او ناظف كده يعني فبيشاركوا المنطقه بتاعتهم دي من ناحيه الزراعه من ناحيه الرعي من ناحيه الطقوس من ناحيه التقاليد كله ده مفهوم. لما ظهرت في البدايات ديك ما كان ظهرت على اساس انه في استعلاء وفي دينيه في قبيله دون الاخرى، انما كانت ظهرت بس لتعريف انه الزول من وين يعني.
وفي نفس الوقت ده ظهرت معها ايضا الشلوخ، شلوخ الجاليين، شلوخ الرباطات، حتى الفصاده حقت الدينكا الشلوخ. الان السودان فيه 121 قبيله بعد انفصال الجنوب، وكل قبيله عندها الذاتيه بتاعتها وعندها خواصها متميزه يعني. الناس الشباب زي ما قال المتحدث اشكره جدا، الحياه دي علاجها ما مستحيل لكن صعب، عشان الدليل يكون واضح يعني كمؤرخ، علاجها ما مستحيل لكن صعب. صعب صعب ليه؟ لانه ذول اتشربها من الشارع، اتشربها من الاسره، اتشربها من المجتمع. الصعوبه تجي وين؟ في انه دي مفاهيم تكاد تكون متجذره، ودي اسباب المناسبه مشاكل السودان حتى السياسيه والامنيه. يعني ناس السلطنه الزغراء كان الحكم بتاعها ثنائي ما بين عمارة دونغوس في النير الأزرق وبين عبد الله جماعة في الريف الشمالي الخرطوم. وواحدة من الأسباب الرمة المملكة الكبيرة دي هي التناحر بين الغبائل، ورفض تبع الجيزية ورفض تبع الإيه والخنوع والطاعة للغايد. يعني دكتور فتح الله، يعني كده سؤال يعني أكثر دقة تحديدا كده، القبائل السودانية الفكرة يعني أي قبيلة عندها خاصيات، عندها عادات، عندها ثقافة، عندها فنون، عندها الاستعلاء بين القبائل ده تحديدا كده ظهر كيف؟ انه القبيله دي بتستعلي على القبيله دي، او القبيله أيوة دي بتشوف نفسها. ايوه طيب جميل سؤال جميل. نحبه القبليه جاتنا ذكرت تكون هي كان عندنا قبائل في السودان من النوبه في الشمال لحد نوبه الجنوب والجنوبيين، القبائل الموجوده وكان عايشه في سلاسه، ما كان في تناحر بيناتها. الاشعل التناحر بيناتها دخول القبائل العربيه للسودان. دخول القبائل العربية للسودان يبتدى استعلاهم علينا باللون والشعر والبشرة الناعمة وما إلى ذلك. وبقت الحكاية دي كان مفاهيم موجودة في معظم بلاد العالم، لكن اتجذرت وترسخت بعد دخول العرب السودان. حتى كان نظرتهم لنا نحن الأفارقة دي، نحن سوداني أو نحن نوبة، نظرة دونية يعني، بحيث إنه يعني يأخذوا مننا كرقيق. حتى الأمريكان يأخذوا الرقيق من أفريقيا بأنه الإنسان الأسود ده هو أقل شأنا من الإنسان الأبيض، وده يعني مفهوم استعمال العالم. جزء من القبائل العربية اللي دخلت السودان. سوري ما سمعتك كويس. يعني جزء منها موروث من القبائل العربية اللي دخلت السودان، أم بسبب تمازج القبائل العربية في السودان؟ الآن هو بقت بعد دخول العرب السودان هو أججوا لهذا النوع من الصراع. يعني قبله نحن ما كنا بنعاني من أي مشكلة زي دي، مشكلة لون أو طول أو غنى، لكن هم الأججوا المسألة دي وشعروا بأنه هم ناس دخلوا كغزاة بشكل مسالم جدا، وتملكوا زمام الامور والاقتصاد حقنا وهيمنوا على كل الوظائف المفصليه. فبقى هم ادونا الشعور بانه هم دائما الاعلى، هم الاحسن، هم الافضل. فالمساله دي ابتدت في حتى بعد ان ذابت قصه العرب في السودان، رجع من رجع وبغي من بغي، بقى انك انت بتحاسب حسب التدرج بتاع لونك نحو السواد او نحو البياض. بينما انه اسع نحن كسودانيين كلنا لما مشينا برا بيعتبرونا نحن زنوج، وبيندهشوا جدا لما ايوه بيندهشوا جدا لما يعرفوا انه هم ذاته لما نرجع نحن لبلدنا في التفرقه زي دي، في المساله التصاعديه وتنازليه. المساله دي زي قال الاخ المتكلم، العلاج بتاعها بوعي الناس. العلاج بتاعها بالتعليم، بالنمو الرأسي للمعرفة. المسائل بقت حاليا القبلية في السودان أصبحت يحميها يمنع القانون، لكن يحميها العرف. القانون بيمنعها تماما لكن العرف بيحميها. يعني يمكن تكون يعني ذي نقطة مهمة جدا يعني دكتور فتح العليم، يعني يعني القانون يجرم خطاب الكراهية. لكن العرف يحمي خطاب الكراهية. خلينا يعني دكتور فتح العليم، باعتبارك انت يعني كاتب عمود صحفي وتحديدا ساخر، يعني كيف ممكن يعني يكون تسخير الكتابات الصحفية الساخرة تحديدا انها تكون جزء في نبذ خطاب الكراهية؟ والله هذه طبعا مسألة تكاتفية، يعني الأساتذة في المدارس في الجامعات الى اضافة للصحفيين اصحاب الاغلام المغروءة، يعني الناس دي كلهم المفروض يشنوا حملة شرسة جدا على مسألة انك تحتقر او تحترم زول عشان لونه او عشان بيته او عشان كده. بينما انه حاجه واضحه شديد جدا انك انت تكون اصفر او طويل او اشقر، الاشياء دي انت ما صنعتها بنفسك وعليك يجب ان لا تفتخر بها لانك انت ما عملت فيها شيء. يعني انت قلتها كذا، اذا عايز تفتخر افتخر بمنجزاتك،
افتخر بمساهمتك الايجابيه في مجتمعك، افتخر بانك قدمت لاهلك حاجه، لبلدك حاجه، لكن ما تفتخر بانه مثلا ليله انت طويل، انت شعرك ناعم، انت بشرتك فاتحه. هذه المسائل يعني تكاد تكون هي اصغر ما تكون بالمجتمعات البدائيه الرعويه المتخلفه، لكن للاسف الشديد، للاسف الشديد ونحن اسعى تكاد تكون ثلثاء القبائل السودانيه رعويه وزراعيه، ما زالت هذه المفاهيم موجوده والناس حاسين بها، لكن لا يجروا على التفوه بها، لا يجروا على التفوه بها. وشوي شوية نحن حاسين بأنها قلت لكن ما تعدمت. طيب قلت يعني لكن ما تعدمت. سؤال أخير يا دكتور، كده أنت باعتبارك يعني عميد كلية الآداب بجامعة أم درمان الأهلية، وجامعة أم درمان الأهلية يعني مشتهرة بالتنوع الكبير الموجود في الجامعة، حتى الجامعة بتحتوي على روابط، رابطة أبناء دارفور، رابطة أبناء القضارف، رابطة يعني في تمازج بتاع يعني طلاب كبير جدا بجامعة أم درمان الأهلية داخل أسوار جامعة واحدة كده. يعني حاليا في مجتمعنا ده كيف ممكن الجامعات تحديدا تسهم في أنها تنبذ خطاب الكراهية؟ جميل، شكرا لك كثير. لأن الروابط الموجودة في جامعة درمان الأهلية هي روابط مناطقية وليست قبلية أو جهوية. يعني تلقى رابطة مثلا أبناء أبو حمد، أبناء القبارف، أبناء تلودي، أبناء مربي. يعني المسألة قائمة على جغرافية المكان وليس العرق أو اللون. دي الأشياء اللي تحمد لجامعة درمان الأهلية. وبالمناسبة يعني مش لأن أنا شغال هناك، لكن أنا شغال أنه في تسامح شديد جدا بين أولادنا غريب شرق شمال جنوب، بحكم أنه الناس يرجعوا مرقوا من مرحلة تحت التعليم العام إلى التعليم العالي، وكل ذول فهم المطلوب منه شنو في المجتمع، وابتدى يعايل المفاهيم دي كأشياء بالية ويجب أن نتخطاها بأسرع ما يكون. بل يعني نحن شهدنا على مهرجانات وعلى فعاليات ثقافية كبيرة جدا بتأكد كلامي ده في الجامعة، والحمد لله ما بنعاني. يعني حتى الأشياء كانت سياسية في وقت مضى، يعني أنا لاحظت أنه مثلا الحزب معين ما قصرا على قبيلة معينة. لو مسكت اي حزب سياسي، الشيوعي، الباسي، المؤتمر الوطني، غيره غيره غيره، ما كانت مكونه من قبيله واحده ولا من ابناء منطقه واحده ابدا، كان خليط. وده واحده كمان ميزه الاحزاب السياسيه، انها بتجمع الناس اصحاب الفكر الواحد وليس الناس اصحاب الاصل الواحد. نعم، جميل. يعني احنا بنشكرك كثير المداخله الهاتفيه للدكتور فتح العليم عبد الله، عميد كليه الاداب جامعه درمان الاهليه. شكرا كثير. شكرا لكم كثير. يعني ممكن يكون يعني دكتور فتح العليم علق على نقاط انه يعني تحديدا كده في جزء كبير جدا من خطاب الكراهيه هو موروث. نعم. يعني اتناقل ذاته من يعني دي ممكن بتدخلنا في 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 التنشئه. يعني احنا تكلمنا عن انه التنشئه هي ممكن تكون جزء من الحل وتكون جزء من المشكله برضه في نفس يعني كده، هي اللي بتحدد مدى الوعي اللي بيكون موجود عند. طيب شاكر جدا وتحيه لدكتور فتح العليم. يعني وانا برضه خريج جامعه درمان الاهليه، يعني انا برضه خريج جامعه درمان الاهليه. ايوه مصادفه يعني. حقيقه التنشئه عندها دور كبير جدا في انها عشان ننشئ مجتمع متسامح. يعني الخطاب بتاع لانه الكراهيه زي ما قلنا قبل هي تنميه الشعور السالب ده. عشان يكون في شعور ايجابي الاسره عندها دور كبير جدا في انه تنشئ الابناء على الاساليب اللي فيها دي. يعني فيها نوع بتاع التراحم والتكاتف والتسامح، ودي من الاشياء يعني زي ما ذكر الدكتور مش تكون هي تكون يعني مش منطلق فقط لفئه معينه او لمجتمع معين. يعني لا يكون فيها اي نوع من الخليط. بعد ذاك المجتمع لما يطلع برا بالروح دي كلهم بتنمو فيهم وبتكبر، يعني الروح بتاعت التسامح بتاعت التعاون، الحاجات دي هي بتقلل من الشعور بتاع الكراهيه الموجوده. يعني يمكن يكون استاذ ياسر في يعني نقطه مهمه جدا كده، يعني كل الشباب يعني هم بيصبحوا فاعلين في المجتمع بعد فتره الجامعه تحديدا كده. اذا احنا يعني اخذنا جامعه درمان الاهليه كمضرب مثل مثلا انه يعني انا على حسب ما اتذكر كده الفتره اللي انا درست فيها في جامعه درمان الاهليه المجتمع كان معافي جدا داخل الجامعه كده في التمازج ما بين الطلبه كده، انه ما يعني ما كان في يمكن يكون الموروث هو موجود في النفوس، لكن المجتمع ذاته بتاع الجامعه كان معافى، وكان اي ممارسه مثلا يعني ممكن يعني نحن عشان ما يعني نزيف في حقائق كده يمكن يكون الخطاب السياسي كان فيه كراهيه، لكن يعني احنا نتكلم عن تحديدا كده العنصريه والقبليه كانت شيء غير موجود، ما موجوده طبعا في مجتمع الجامعه في الوقت ذاك. يعني احنا قرينا الالفينات يعني تخرجنا
فما موجودة. ودلالة على ذلك يعني أشاهد على أشياء ذكرت يعني في جامعة الدوران الأهلية كان التنظيمات السياسية دي لما تختلف يعني الخطاب السياسي صح كان حاد جدا وفيه نوع من الحدة يعني، لكن لما تختلف هم ذاتهم بيجيبوا واحد من التنظيمات المخالفة بيحل الإشكاليات يعني، ودي حاجات شاهدناها وشفناها يعني صحيح. يعني مثلا يجي واحد من الحركة الإسلامية بيحل إشكاليات للتجمع مثلا، بس التجمع ذاته مرات بيجوا بيحلوا إشكاليات ضمن الخلافات بتاعت الوطني وشعبي وإيه والحاجات دي يعني. فدلالة على إنه كمجتمع الجامعة مجتمع متعافى متعافي، فيه كثير جدا من الشيم الإيجابية. ليه؟ لأنه فيه وعي يعني، وفيه نوع كبير جدا من الفهم، وبتحكم قوانين صارمة. أيوة بتحكم قوانين والقوانين والواحد هي لأنها بعد ذاك مبنية على إدارة الجامعة يعني صحيح. هي بتحققها برا. بيبقى الإشكالية في إنه هل زي ما ذكر الدكتور جبير القوانين الموجودة دي هي مفعلة؟ يعني تفعيل القوانين ده مهم جدا يعني عشان الناس تنبض الكراهية والخطاب اللي يكون الحاد بفتت المجتمع بيخلي المجتمع هاي جدا. لازم تفعل القوانين دي يعني بصور كلها كاملة، ووعي المجتمع يزيد فيها. بعد ذاك منظمة المجتمع يكون عندها دور زي ما ذكرنا عشان تزيد في التوعية تزيد في الفهم. العرف يعني كمان برضو يعني هو يعني برضو ذكر حاجة مهمة جدا إنه العرف هو بيحمي. وطبعا بيحمي طبعا. آه طبعا دي واحدة من يعني تحديدا كده يعني أستاذ ياسر إذا تكلمنا بدارجية بحتة كده يعني الليلة إذا في طفل في أي أسرة كده مثلا يعني ذكر واحدة من الألفاظ العنصرية مثلا كلمة يا عب يا غيره يا أي ما في زول بيقول له عيب، ما في زول بيقول في داخل المجتمع كده بيناتهم ما بيقولوا له ودي واحدة من الحاجات اللي بتخلي الشعور ده ينمو يعني زي ما ذكرت أنت يعني بيشوفها ما غريبة يعني لكن تأكد إنه المزالة دي إذا قال لواحد من أخوانه بينبذوها يعني لو قال لغريب ممكن يتقبلوها يعني وده الشعور اللي قال موجود يعني إنه ممكن ليه لأنه الناس بتميز يعني فدي التناقض ده بيخلي ذاته بعد ذاك الأبناء دي لما يقوموا ذاته في المجتمع ذاته يكون في تنازع يعني صحيح. أي هو يقبلها منه في موضع وفي موضع تاني ما تقبل نفس اللفظ يعني فده بيخلي فيه تنازع كبير جدا وبيخلي النمو الشعور ده بينمو ويزيد يعني فدي مجتمعاتنا محتاجين رساله كبيره جدا من اعلامنا محتاجين من الجامعات زي ما ذكرت انت عندها دور كبير جدا في انها برضو توصل الرساله دي الدوله عندها دور كقوانين لكن المجتمع وعيه هو اللي بيزيد المساله دي يعني طيب يعني سؤال اخير استاذ ياسر احنا يعني يمكن يكون يعني تحدثنا عن تحديدا كده ما هو خطاب الكراهية الدوافع لصياغة الخطاب يعني كيفية مناهضة خطاب الكراهية كده نحن خلينا نختم حوارنا ده يعني تقبل الآخر كده يمكن تكون دي النقطة أو دي اللبنة الأولى نحن ممكن نبني بها مجتمع فاضل يتقبل الكل وطبعا دي من أهم النقاط يعني إنه الناس لازم تتقبل الآخر وعشان نتقبل الآخر أول حاجة نوصل فهم إنه نحن كسودانيين المجتمع بتاعنا ده متنوع أصلا يعني فيه التنوع يعني إذا ما الفكرة دي ما وصلت للناس ما بتقدر تقبل فكرة الزول الآخر فيه التنوع العرقي ده فيه التنوع السياسي فيه التنوع القبلي كل الحاجات دي موجودة ما لم نتقبلها كفكرة يبقى صعب انه ننبذ الخطاب بتاع الكراهيه ده يعني. فعشان كده دي واحده من الرسائل المهمه جدا ننشئ عليها ذات اسرنا وابنائنا وطلابنا ذاتهم نوصل لهم رسالتي انه والله المجتمع ده متنوع اذا فهمنا انه والله المجتمع متنوع بعد ذلك انت بتقبل اي فكره صحيح. تقبل اي فكره مش تقبلها بانه انت تكون جزء منها لكن تقبلها كراي يعني عشان يعني يمكن يكون ذاته يعني واحده من اهم الاشياء في التقبل كده انك انت تتقبل الاخر بكل اشياء مش تكون عاوز انك انت تعدل فيه او تقبله عشان انت توصل حاجاتك بتقاليده بثقافاته بلغته بشكله يعني تتقبل كل تفاصيله كده يمكن يكون ده هي اللي تخلق التقبل الفعلي اللي ممكن يكون يساهم في انه يعني حنخلق مجتمع فاضل نحن شاكرين لك كثير جدا استاذ ياسر شرفتنا ونورتنا كثير الليله شكرا لك كثير بارك الله فيك استاذ فريق جزاك الله خير وانا سعيد جدا لك يعني بارك الله فيك